قصة توبة أو تستطيع أن تقول رحلة توبة لأهل نينوى. أستاذ يوسف، في البداية لو حضرتك تدينا فكرة عن الإصحاح الثالث. هو الإصحاح الثالث يعتبر صلب السفر كله، لأن اتحقق الهدف فيه من الدعوة اللي دعاها ربنا ليونان النبي. بعد الأحداث اللي حصلت في الإصحاح الأول والثاني ابتدأ ربنا يدعو يونان مرة تانية ويقول له قم واذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي بالمناداه أو الكلام اللي أنا هقول لك عليه. تمام. وحقيقة حاجة لطيفة جدا من ربنا بنلاحظها، أن لم يعاتب يونان ولم يوبخه وما قالوش أي كلمة خالص، غير أنه دعاه مرة تانية عشان خاطر يروح المدينة العظيمة. تمام. في المرة دي يونان أطاع وراح ونادى، وقال بعد 40 يوم هتنقلب المدينة. الشعب خد الكلام بجد والملك خد الكلام بجد وصاموا ولبسوا المسوح واتحقق الهدف ان هم امنوا بعد ما صلوا وصاموا. وربنا بيقول زي ما سمعنا ندم عن الشر اللي انا كان هاجي لحضرتك بموضوع ندم على الشر، لكن اخد قبلها. فلما راى الله اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرديء، فلما رأى الله اعمالهم. ودي فكره ازاي نقدم توبة يراها الله إن هي أعمال صالحة وإن إحنا رجعنا عن طريقنا، إزاي في حياتنا نقدر نقدم توبة بهذا الشكل؟ هو حقيقي توبة أهل نينوى كانت توبة مثالية فعلا، لأن توبة كانت توبة عملية، يعني مجرد ما يونان نادى كانت توبة عملية. يعني إيه؟ يعني مش قالوا خلاص إحنا توبنا وخلاص، لا، ابتدوا يقدموا لربنا إزاي هيتوبوا فعلا. فابتدوا كل واحد يرجع عن الخطأ اللي بيعمله، يبدأ عن الظلم زي ما في الموجود في الأصحاح اللي كان بيعمله، ابتدوا يلبسوا المسوح، ابتدوا يصوموا، والصوم ما كانش قاصر على أهل نينوى البشر فقط، وإنما حتى الأطفال كانت بتصامت والحيوانات صامت، واتمنع كل الأكل عن كل الخليقة الموجودة في أهل نينوى، وقالوا لعل، ده نوع من الرجاء، لعل الله يرجع ويسامحنا ويغفر لينا. تمام. ويقول بعد كده ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. عبارة ندم الله لو حركت يعني توضحها لنا أكتر، لأن ممكن حد يفهمها بشكل مغلوط. كان يقصد بها إيه في السفر؟ بالضبط. هو ربنا بيستخدم أحيانا اللغة اللي إحنا نستوعبها. أي. بيستخدم اللغة البشرية اللي نستوعبها، لكن مش المقصود ندم يعني استجدت معلومة على ربنا فربنا غير رأيه، لا طبعا. هو ندم هنا بمعنى أن الإنسان غير وضعه بالنسبة للحكم قدام ربنا. صحيح. وفي أمثلة موجودة عندنا في الكتاب المقدس بتوضح الموضوع ده. يعني لما موسى النبي قعد في الجبل 40 يوم بيستلم لوحي الشريعة وحصل الحدث بتاع عبادة العجل الذهبي، قال ربنا لموسى قوم انزل لشعبك لأنه فسد، واتركني أفنيهم وأعمل منك أنت أمة مقدسة. أيوة. فموسى كان جريء لأن علاقته كانت قوية مع ربنا، فقال له معاهم. ارجع يا رب عن حمو وغضبك. أي. فبيقول الكتاب فندم الرب عن الشر اللي كان هيعمله معاهم. ندم يعني غير رأيه. ربنا ما بيصممش على المجازاة ولا مش بيصمم على الحكم اللي بيصدره، وإنما بينتظر الإنسان يتوب، فربنا مش بيغير، الإنسان هو اللي بيغير وضعه قدام ربنا. بدل ما هو يبقى كان تحت التأديب عند صدور الأمر من ربنا أو الحكم من ربنا، بيبقى تحت رحمة ربنا ومغفرته ومسامحته، فيتهيأ لنا أن ربنا ندم. تمام. برضو ويمكن عايز أقول كمان يا أستاذ يوسف، إحنا الترجمة العربية أوقات في كتير جدا من الأحيان أو في التعبيرات في الكتاب المقدس بتبقى فقيرة إن هي توضح المعنى بالشكل اللي المفروض يكون عليه. لما بنرجع للغات الأصلية ما بنلاقيش بمعنى إن هو ندم كإنسان، يعني قعد وندم وبيتحسر يعني على اللي حصل. هو أحيانا الترجمة ما بتأديش الغرض، لأن بعض اللغات زي اللغة اليونانية القديمة واللغة العبرية
التجارية أي. ما بنلاقيش المقابل ليها في العربية. صحيح. لكني أحيانا بيبقى الكلام واضح لأن ربنا بيستخدم اللغة اللي احنا نفهمها. صحيح. حتى لو كانت ما تنطبقش على ربنا. تمام. لكني مثلا يعني مثلا زي ما ربنا اختار شاول قبل كده ووافق عليه ان يبقى ملك، ولما شاول بعد كده اخطا وقدم الذبيحه وده مش من حقه، فبيقول الكتاب ان ربنا ندم ان اختار شاول مع ان ربنا كان موافق عليه. ندم ليه؟ لان شاول بدل ما كان وضعه كويس قدام ربنا ورجل صالح وابتدى يعمل حاجه اخطاء واغتر، فربنا غير رايه فيه لأن شاول هو اللي غير علاقته مع ربنا. بتشوف إزاي أستاذ يوسف فكرة توبة أهل نينوى أول ما يونان النبي كلمهم؟ محدش فاصل معاه في الكلام، الملك ما بعتلوش وقال له أنت إزاي تقول كلام زي ده، إحنا مش عايزينك، امشي اهرب أو أي حاجة. ليه يعني تصرفوا بهذا الشكل اللطيف والجميل وأن هم قبلوا التوبة مجرد ما يونان النبي قال لهم كلمات بسيطة حتى، يعني ما عادش يوعظ فيهم كتير، لكن على قد ما فهمنا من الكتاب أنه قال كلمات بسيطة فتابوا ورجعوا هم والملك حتى الحيوانات. والقديس جيروم وضح النقطة ديت لما قال أن التهديد اللي نادى به يونان هو اللي حرك القلوب للتوبة. فالتأثير كان جاي من شخص غريب جاي بيقول لهم عن حاجة، فالحاجة دي بالنسبة لهم ما سمعوش عنها قبل كده، فخدوا الموضوع بجدية. أهم حاجة في التوبة الجدية والقرار، فأخذوا القرار، الشعب خد القرار قبل الملك. يعني الكتاب بيقول فآمن أهل نينوى ونادوا بصوم. ولما عرف الملك بعد كده، الملك أصدر قرار وقال كله حيصوم، حتى الحيوانات حتى البقر، مفيش مراعي مفيش مية، وخد الموضوع مش كمان كنوع من الندم على الخطية، لا، قدموا توبة عملية لبس المسوح. والقديس جيروم برضو بيقول أن أسلحة التوبة الصلاة ولبس المسوح أو الصوم. طيب. زي ما بنقولها في اسمة القداس أن الصوم الصلاة هم اللي المسوح ده كان زي لبس الخيش كده. يعني نوع من التقشف، نوع يعني من التقشف. فاللي هو يعني فكرة أن الإنسان يتذلل أمام الله ويطلب مراحم الله بقلوب بقلب متذلل وقلب خاشع وقلب خاضع. إحنا في حياتنا يا أستاذ يوسف كمان إزاي نعمل ده في حياتنا ويكون عندنا هذا الخشوع وهذا التذلل من أجل أن نستمطر مراحم الله في حياتنا؟ هو إحنا عندنا المثل بتاع أهل نينوى كانت توبة مثالية فعلا، وعندنا المثل بتاع الابن الضال. الابن الضال لما حس إن هو عايش بعيد عن أبوه وعايش عيشة صعبة جدا وعيشة قاسية، خد قراره في وقتها. فأهم حاجة في التوبة القرار، إن الواحد يحس إن ماشي غلط، ماشي في سكة غلط، يبتدي ياخد قرار إن يصلح السكة مع ربنا ويصلح العلاقة مع ربنا، وياخد القرار بجدية وبينفذه وبيلاحظ نفسه. وزي ما قال الابن الضال أقوم الآن، يعني انتهز الفرصة وما ترددش. أحيانا بنأجل نقول نتوب بعد شوية، نتوب لما نكبر، إحنا لسه العمر قدامنا كتير. لا، أهم حاجة في التوبة القرار. والشخص اللي خد التوبة زي الأنبا موسى خد القرار بتاع التوبة قدر يسلك فيه بعد كده للآخر. وبعدين يبقى هو مقتنع من الداخل إنه بيعمل حاجة غلط، فيبتدي يصلح المسيرة مع ربنا ويقدم توبة عملية زي الابن الضال وزي أهل نينوى. تمام. لكن أنا لو رجعت الأول الآية فبيقول فلما رأى الله أعمالهم، فلما رأى الله أعمالهم، إزاي التوبة اللي نقدمها لله ما تبقاش مجرد كلمات، ما تبقاش مجرد وعود، ما احنا بنقف في رأس السنة وبنقول وعود للصبح يعني، لكن إزاي تكون التوبة مرتبطة بالأعمال؟ التوبة سلوك. الإنسان لما يتوب يقدم توبة عملية، يسلك بما يرضي ربنا، يسلك طبقا للوصايا، يسلك طبقا للإنجيل، يسلك طبقا لما ورد في الكتاب المقدس. لكن هيتوب من غير ما يقدم سلوك عملي، من غير ما يقدم أعمال زي ما قال القديس يعقوب، لا، التوبة محتاجة حاجة عملية، محتاجة سلوك، محتاجة الاستمرار، محتاجة الاعتراف بصفة مستمرة المداومة. التوبة دي مش حاجة مرة واحدة وتخلص في حياة الإنسان. التوبة دي علاقة متجددة مع ربنا، كل ما يخطئ يقدم توبة وربنا يقبله.
امين. بشكرك جدا استاذ يوسف نجيب اسرائيل الخادم بكنيسه القديسه العذراء مريم بالاباصيري بعين شمس. حضرتك نورتنا وكل سنه وحضرتك طيب. متشكر لحضرتك يا استاذ سعاد. شكرا الف شكر. ونخرج لفاصل ولسه معاكم وفقرات اخرى في صباح النور. خليكم معانا.